يخليني نبدا مع ابدا معاكي كده شويه، يعني بعيدا عن الفنيات بقى والحاجات دي، خلينا نبدا من البدايات. اصلا بداياتك في الفولي بول، ايه اللي خلاكي تحبي اللعبه دي؟ اللي خلاكي تختاري اللعبه ديت وتقرري ان انت هتلعبيها؟ كان في الأول بنشوف ما بين الفولي والسباحة، فدخلت الاتنين، وبعدين at some point اخترت ما بين الفريق بتاع السباحة والفريق بتاع الطايرة، دخلت الطايرة. طب يعني انت كنت من البدايه، كان عندك كام سنه وقتها لو تفتكري؟ 8 سنين. 8 سنين كنت بقى عايزه تلعبي تمارسي رياضه معينه، ولا كنت لا داخله انا اللي هو انا هلعب اللعبه دي وهكمل فيها انا ما كنتش عايزه الفولي في الاول، بس دخلته، وبعدين كنت اصلا بهرب من الاختبارات بتاعته، بس بعد كده حبيت الموضوع، وبعدين بقى مره تانية بقيت بدخل الاختبارات، وبعدين بقيت حابه الموضوع اكتر، فبعدين كملت فيه. يعني فمن كلامك ده ان انت ما كنتيش عايزه تلعبي رياضه، بس واضح ان باباكي ومامتك هم اللي كانوا مصرين على ان انت تلعبي رياضه معينه. لا انا كنت عايزه العب رياضه، بس كانت لسه الاختيار، عشان كنت بلعب برضو سباحه، فبرضو كنت ماشيه في السباحه، وكنت خلاص داخله الفرقه بتاعتهم، وبعدين مامتي كانت عايزه تدخلني الفولي، وبعدين بقى حبيت الموضوع زي طب ما قلت. والسباحه عملتي فيها ايه؟ يعني كنت ماشيه فيها كويس ولا انت ما حبيتيش لا كنت ماشيه فيها كويس، وكنت زي ما بقول لك داخله الفرقه، يعني كان ما بين الفرقه بتاعه الفولي والفرقه بتاعه السباحه يعني، بس اتجهنا للكوره. طيب حلو ان انت اتجهتي لكره الطايره عشان تبقي معانا دلوقتي. طيب قولي لي، طبعا الف مبروك لانضمامك لنادي الزمالك، لكره الطايره في نادي الزمالك، ووجودك معانا هنا في قناه نادي الزمالك. طيب خليني اسالك، يعني فكره انضمامك لنادي الزمالك والمستقبل شايفاه ازاي؟ شايفه انك ايه اللي ممكن تضيفيه الفتره اللي جايه لنفسك معانا هنا؟ شايفه ممكن تضيفي ايه كمان لمركزك؟ طبعا في الاول انا يعني مبسوطه ان انا هبقى بلعب في نادي الزمالك، دي هتبقى ستيب كبيرة قوي، احنا واخدين تشالنج الفتره اللي جايه، والفتره اللي جايه هيبقى في ناس كتير موجوده، ان شاء الله يعني نقدر نعمل حاجه السيزون اللي جاي، يعني ان شاء الله ان شاء الله نعمل سيزون كويس يعني. طب قولي مع المنتخب، يعني طبعا انت بتلعبي مع المنتخب، الفترة اللي لعبتي فيها مع المنتخب قولي لي كانت ايه، يعني ايه افضل حاجة في مسيرتك؟ ايه اكتر حاجة حبيتي ان انت حققتيها مع المنتخب، وشايلة ايه للفترة اللي جاية كمان؟ الصراحة المنتخب يعني من صغري كنت دايما بشوف الناس بتلعب فيه وبتشيل اسم مصر وبتسافر بره وبيمثلوا مصر، ده طبعا حاجة شرف كبير قوي لأي اكيد لعيب. طبعا. الصراحة أكتر بطولة كانت مهمة بالنسبة لي لما جالي صليبي، بعديها على طول سافرت بطولة عالم ده كان امتى ده؟ في 2018. 2018. بعديها 2019 كان في بطولة عالم، أنا اتصبت في التصفيات اللي هي تصفيات كأس العالم بتاعة أفريقيا، اللي هي مؤهلة اللي احنا كنا نسافر فيها بطولة العالم، سافرت هناك، والصراحة كانت من أحلى السفريات اللي سافرتها، وكانت بالنسبة لي turning point، عشان الناس بعد الصليبي بتبقى يا بتفقد الامل صحيح. خالص يا اما بيكملوا، فدي كانت بالنسبه لي تيرنينج بوينت ان انا اكمل في الفولي، ولا ولسه في اكتر، وفي بطولات كتير قوي عايزه اسافرها تاني ان شاء الله يعني مع المنتخب.